هتعوق كتير في السفرية دي. كلها كم يوم وهعود على طول. أنا حطيت لك خلاجاتك كلها في الشنطة الكبيرة، خصوصاً الخلاجات التقيلة عشان لو الجو برد هناك ولا حاجة. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. خلي بالك من صحتك وعاوزك تاكل زين ومليكش دعوة واصل بالخواجات اللي بره، مفهوم؟ مفهوم يا ستي. طب والنعمة الشريفة هتوحشنا يا سيدياب. تعيش يا طاهر. بقول لك ايه؟ النبي يا سيدياب، أنا مش عايزك تنساني في الحباية ال 100 مللي. 100 مللي يا طاهر؟ 100 مللي؟ أنا مش عايزك تفهمني غلط، أنا قصدي يعني 100 مللي عشان يبقى زيادة الخير خيرات، ولا هي جت علي؟ تروح وترجع لي بألف سلامة يا دياب. سلمك يا محروس. محروس، أوعاك تكون زعلت مني ليلة الفرح، أصل كنت مخنوق هبابي. لا ولا يهمك، المهم دلوقتي تكون راجد خنقتك. خد بالك من حكمة تحطها في عينك من جوه. أبا هتوصيني على أختي ولا إيه يا دياب؟ عاوز حاجة أجيبها لك من بلاد برا وأنا مسافر؟ إذا كان كديها عاد، عاوز جزازة تكيلة. اسمها تكيلة، تكيلة هي محروس. أيوه هي دي اللي هتقول عليها. على ما تسافر وترجع، أكون أنا سافرت مصر. قضيت كم مشوار وعودت. ربنا يحميك يا ولد.